في حد جاي تاني؟ يعني في حد جاي تاني في طريق ولا حاجة؟ أنا خايف بس أقعد أعيد تاني. طيب تعالوا كده نبتدي مع بعضنا. الـ DHCP version 6. DHCP version 6 حاجة مختلفة تماما عن DHCP version 4. طوروا فيه كتير قوي. ركز معايا كده علشان ايه ما نذكرش كتير، لان ما في عك في الكتاب زي الفل يعني. فركز كده عشان نقول الثلاث طرق ونخلص. الدي اتش بي فيرجن 6 بقى شغال ازاي؟ طبعا انتوا عارفين ان انا ما عنديش حاجه في الاي بي فيرجن 6 اسمها برودكاست. اه والله ما خدناش حاجه اسمها برودكاست. انا يوم ما شرحت الاي بي فيرجن 6 معاكم ما اديتكوش حاجه اسمها برودكاست. فالبرودكاست ما عادش موجود. بس في ادرس اسمه المالتي كاست. المالتي كاست لو انت عايز تكلم الراوترات اللي معاك على الشبكه بتكلمهم على الادرس ده FF 022. ده مالتي كاست لكل الراوترات اللي على الشبكه بتاعتك. اهو مالتي كاست ايه؟ راوترز. يبقى انا عايز ابعت باكت لكل الراوترات اللي عندي على السويتش، تمام؟ فابعت لهم على الادرس ده. يعني لو انا عندي السويتش اهو عليه راوتر او راوترين، لو الجهاز ده عايز يبعت معلومه توصل لكل الراوترات اللي موجوده على السويتش تبعت لهم على المالتي كاست ده. الادرس ده بيسموه ايه؟ الادرس ده بيسموه ادرس راوتر سلكتيشن. راوتر سلكتيشن يعني لما يجي الجهاز ينادى على الراوتر. يبقى الادرس ده بيسموه يا جماعه راوترز سلكتيشن. حلو قوي اهو راوتر سلكتيشن. يبقى لما يكون عايز الجهاز يبعت معلومه للراوتر وهو ما يعرفش الاي بي بتاع الراوتر فبيبعت على الادرس ده. ده اسمه مالتي كاست ادرس في الاي بي فيرجن 6. المسج بتاعتك بتروح لكل الراوترات اللي موجوده على السويتش اللي شغاله اي بي فيرجن 6. المسج دي اسمها ايه؟ راوتر سلكتيشن. يعني الجهاز بينادى على راوتر وهو ما معهوش الاي بي بتاعه. طب لما يجي الراوتر عايز يبعت معلومه لكل الديفايسز اللي موجوده على السويتش، لكل الهوستز اللي موجوده على السويتش، بيبعت لهم على الادرس ده اف اف 021. خد بالك دي 2 اهي، ده بتاعت الراوتر. 1 دي بتاعت مين؟ بتاعت الهوستس. كل الاجهزه على الشبكه، كل الاجهزه اللي على الشبكه. اه يعني انا لو انا عندي سويتش اهو وعندي هنا اجهزه، مجموعه من الاجهزه اهي اهي اهي، والراوتر عايز يبعت معلومه توصل لكل الاجهزه اللي على السويتش دي، يبعت لهم على مين؟ على المالتي كاست ده. بس دي تروح لمين؟ للهوستس. بس بيسموا الرساله دي ايه يا جماعه؟ بيسموها راوتر ادفرتايزمنت. راوتر ادفرتايزمنت. هما دول الاعتماد الاساسي في الدي اتش بي سيرفر فيرجن 6 على الاثنين دول، راوتر سلكتيشن يعني جهاز بينادى على راوتر، وراوتر ادفرتايزمنت يعني راوتر بينادى بيرد على الاجهزه. ها خلاص كده؟ طيب تعالى بقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. ها تعالى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. اه الريموت معايا. اه خلي الكابشن مش عايز تشغل الكابشن. طيب لا للاجهزه بس، للاجهزه بس تمام، ولا اي حاجه. يبقى تاني كده الدي اتش بي فيرجن 6 بقى. قبل ما نبدا في الدي اتش بي فيرجن 6 عايزين نعرف ان في ادرس عندنا اسمه FF 02 نقطتين نقطتين 2. ده لما يكون حضرتك عايز تبعت معلومه من الجهاز للراوتر اللي موجود معاك. دي ايه يا جماعه؟ ده مالتي كاست ادرس. تاني اهو يا جماعه عشان باشمهندس عمرو، الدي اتش بي فيرجن 6 تمام.
قبل ما نخش في دي اتش بي فيرجن 6 عايز اقول لكم ان الاي بي فيرجن 6 ما فيهوش حاجه اسمها برودكاست ادرس، يعني ما فيش في حاجه اسمها برودكاست كده زي الاي بي فيرجن 4. في عندنا المالتي كاست، في عندنا نوعين اتنين من الرسائل. لو الجهاز عايز ينادى على الراوتر فبيبعت له على الادرس ده اف اف 022، ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده مالتي كاست ادرس لكل الراوترات اللي معاك على السويتش. فلو الجهاز ده اهو عايز يبعت معلومه لكل الراوترات اللي على السويتش وما يعرفش الايباد بتاعتهم ايه، يبعت لهم على الادرس ده. المسج اللي راح على الراوترات دي اسمها ايه؟ اسمها راوتر سلكتيشن، يعني الجهاز بينادى على الراوتر عشان يساعده ان هو ياخد الاي بي، لان احنا ما عادش عندنا حاجه اسمها برودكاست زي الاي بي فيرجن 4. تمام. طيب لو الراوتر عايز يرد على كل الاجهزه اللي موجوده على السويتش بيبعت لهم على ادرس تاني اسمه FF02.2.1. ده لو الرساله بتاعتك عايزه تروح لكل الاجهزه بس مش للراوترات بقى. الرساله دي بيسموها يا جماعه راوتر ادفرتايزمنت، من راوتر للاجهزه او للجهاز. هي رساله بتروح مالتي كاست لكل الناس. تمام. طيب الدي اتش بي سيرفر بقى، الدي اتش بي سيرفر فيرجن 6، انا الجهاز بتاعي اهو موجود على سويتش وموجود معايا ادي الجهاز اللي عايز ياخد اي بي، وموجود معايا على السويتش ده الجيت واي بتاعتي. حلو كده. الجهاز بتاعك مش واخد اي بي، يعني الاي بي بتاعه دلوقتي كام؟ كله صفار، اللي هو احنا بنسميه unsubstituted ايه؟ اي بي ادرس. حلو. طب هو مش عارف الدي اتش بي سيرفر رقمه كام، فبيقوم باعت للجيت واي بتاعته، باعت لها على كام؟ اف اف 02 ها 2، وحاطط الماك بتاعه هو ايه؟ ده السورس ماك اهو. طب والديستنيشن ماك؟ حطه افات 12 اف. الرساله دي اسمها ايه يا شباب؟ اسمها ايه الرساله دي؟ طالما مكتوب فيها المالتي كاست بتاع الراوتر باسمها راوتر سلكتيشن، اهو راوتر سلكتيشن. يعني الرساله دي هتروح للراوترات اللي موجودين معاك على السويتش ده. حلو؟ تمام كده؟ طيب اول ما الرساله دي تروح للراوتر اهو، الرساله دي معناها السويتش هيوديها للراوتر بس اللي شغال اي بي فيرجن 6. حلو الكلام ده؟ تمام؟ طيب الراوتر لما يجي يرد على الاجهزه بقى هيرد عليهم بايه؟ هيرد عليك بحاجه اسمها ار اي. اهي ار اي راوتر ادفرتايزمنت. فيها ايه الار اي ديت؟ فيها الادرس بتاع الراوتر ذات نفسه، الادرس بتاع الراوتر ايا كان بقى واخد اي بي كام؟ اهو 2001 مثلا 1 ده السورس اي بي اهو. هيقوم حاطط فيها الايه؟ الاي بي بتاعه اهو. وحاطط فيها، انت لسه ما خدتش اي بي، حاطط فيها المالتي كاست اللي هو بتاع الاجهزه اللي هو كان كده اهو. يبقى ده السورس اي بي بتاعنا بتاع الراوتر، ما هو الراوتر بياخد اي بي. وحاطط فيها الديستنيشن اي بي، بس انت لسه ما خدتش اي بي، فحط ايه؟ الاي بي بتاع المالتي كاست اللي بيروح لكل الاجهزه. تمام. واحط فيها الماك بتاعي وليكن بي اهو، واحط فيها الماك بتاعك انت، ما انت كنت بعته لي اهو اللي هو الايه. الرساله دي على مستوى اللير 3 يا جماعه هي مالتي كاست، بس على مستوى اللير 2 يوني كاست ليك انت، وعشان كده الرساله دي مش هتروح لكل الناس، هتروح لك انت بس. بس هو ليه حط المالتي كاست جوه؟ لان هو اصلا انت لسه ما خدتش اي بي، صح كده؟ يبقى الرسالتين الاساسيتين يا جماعه، واحده اسمها راوتر سلكتيشن، واحده اسمها راوتر ادفرتايزمنت. الراوتر ادفرتايزمنت دي بقى هي اللي شايله المعلومات بتاعت الاي بي بتاعتك. تمام. طب ايه بقى المعلومات دي؟ تعالى بقى نشوف مع بعض. يبقى تاني بقى ما عادش عندنا حاجه اسمها دي اتش بي ديسكفر ودي اتش بي اوفر والكلام ده، لا. الجهاز بتاعك اول ما يجي ياخد اي بي يروح الاول يدور على مين؟ على الجيت واي بتاعته. يدور عليها ازاي؟ بحاجه اسمها راوتر سلكتيشن. فيقوم الراوتر رد عليك بحاجه اسمها ايه؟ راوتر ادفرتايزمنت. على حسب بقى الكونفيجريشن اللي انت عاملها على الراوتر اللي انا هعملها لك دلوقتي هيختلف الار اي. الار اي يا جماعه في منها ثلاث انواع. الار اي تايب، يبقى الراوتر هيرد عليك بار اي اللي هو راوتر ادفرتايزمنت. ادفرتايزمنت بس ايه؟ لها ثلاث انواع. يعني انا ممكن اوزع ايباد في الدي اتش بي فيرجن 6 بثلاث انواع؟ اه بثلاث انواع، مش زي الدي اتش بي فيرجن 4 كان نوع واحد.
اول نوع عندنا او اول تايب عندنا بيسموه اوبشن 1، ودوت يا جماعه بيسموه ايه بقى؟ ها الاسم ده اكيد عدى عليكم في الامتحان بتاع السمستر الاولاني، ستاتلس ادرس ها اوتو كونفج. ده اول نوع، انا هشرح كل نوع منهم بالتفصيل بالكونفجريشن بتاعته بكل حاجه ما تقلقش، تمام؟ طيب تاني نوع بيسموه اوبشن 2، ستاتلس ادرس اوتو كونفجريشن بلس دي اتش سي بي. طب تالت نوع من الار اي اوبشن 3. الاوبشن 3 بيسموها ايه بقى؟ ستيت فول دي اتش سي بي. ستيت فول ايه يا جماعه؟ دي اتش سي بي. طيب تعال ناخد اول نوع بقى بالراحه كده خالص يعني. ها؟ يبقى على حسب الكونفجريشن يا باشمهندس سيد اللي انت هتكتبها على الراوتر، الراوتر هيطلع من عنده الار اي مسج النوع بتاعها. لا اما ار اي 1 لا اما 2 لا اما 3. كل واحده من دول لها الفيتشرز بتاعتها. حلو كده؟ تعالي كده يا باشمهندس انا حابب نشوف الموضوع كده ماشي ازاي. اهو. هنيجي هنا عند الراوتر اهو. ادى الراوتر اللي موجود معايا على السويتش. وادي الجهاز اللي عايز ياخد اي بي. فالجهاز بتاعك هيبعت كالعاده راوتر سلكتيشن. بيدور على الراوتر بتاعه. فالراوتر معمول له كونفجريشن الاوبشن 1. الار اي اوبشن 1. فهيرد عليك بار اي. فيها ايه بقى الار اي ديت؟ فيها النتورك اي دي اللي هم ال 64 بت. فيها البريفكس بتاع النتورك. فيها الجيت واي بتاع الراوتر. وهيقول لك استخدم طريقه الاي يو اي 64 علشان تكمل الاي بي بتاعك. يعني الراوتر هيديك جزء الشبكه وهيقول للجهاز الكمبيوتر خد الماك بتاعك وخد جزء الشبكه حطهم جنب بعض وكاريت الاي بي بتاعك. مثال لو انا كنت مدي الاي بي للراوتر ده اهو، مدي له اي بي 2001 1 1 1 1 واحد 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 وفي الاخر خالص كام؟ واحد. الراوتر لما يجي يديك النتورك اي دي هيدي لك ايه؟ هيقول لك والله احنا في شبكه اسمها 2001 واحد 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 سلاش البريفكس بتاعها كام؟ 64. طب الجهاز الكمبيوتر هيعمل ايه بقى؟ الجهاز الكمبيوتر عنده حاجة اسمها الماك، صح كده؟ اللي هو كان عبارة عن كام؟ عن 48 بت أهو. وليكن مثلا الماك بتاعنا بتاع الجهاز ده FA02 34A0125، مش ده الماك بتاع الجهاز؟ كنا بنعمل إيه بقى؟ بياخد الأربع أرقام بتوع الشبكة وياخد الماك بتاعه يحط هنا إيه؟ 3FE، صح كده؟ ويروح للبت الكام؟ السابع اهو. لو لقاه بزيرو يحوله بكام؟ 1. بقى عنده اربعه بلوك جداد اهم، مع الاربعه بلوك اللي الراوتر بعتهم له بقى عنده الثمانيه بلوك بتوعه. خد اي بي كده الجهاز. شايفين؟ الراوتر بيبعت لك رقم الشبكه، تمام؟ وانت تستخدم الماك بتاعك بتاع الكارت تعمل عمليه الاي 64، تيجي في النص تضيف 3 اف اي وتيجي للبت السابع لو كان بزيرو تخليه بايه؟ بواحد. ها؟ طريقه الاي 64 تاني عشان الناس ايه؟ اللي مش مركزه. كانت بتعمل ازاي؟ حد يفكرني كده لو انا عندي ماك 0 0 1 اي ده ماك اهو 4 سي 2 3 4 5 3 اي. حد يفكرني كده؟ اول حاجه باجي في النص هنا واضيف 3 اف اي خلصت. اهو. طب فين البت السابع؟ ده ب 4 بت. مش ده هيكس ديسمال؟ كل واحد منهم 4 بت اهو اهو. احط هنا كام؟ واحد. عد كده 1 2 3 4 5 6 7 1.
فيبقى ايه الاربع صفار دول ينطبق معاك ايه زيرو، والواحد ده ينطبق معاك كام؟ واحد تحت الاثنين بقى، ما ده واحد اثنين اربعة تمانية صح كده، اثنين واحد ايه ده اول واحدة ها اربعة سي، وبعدين ايه اف اف، وبعدين اف اي اثنين تلاتة، وبعدين اربعة خمسة تلاتة ايه، هي دي طريقة الاي اربعة وستين اللي هم الاربعة بلوك دول اهو. انا ممكن اطلعهم من الماك ادرس بتاع الجهاز بتاعي، اجي في النص 3 اف اي اروح للبت السابع لو بزيرو اقلبه واحد. والراوتر اساسا بعت لك ايه؟ الراوتر بعت لك، الراوتر بعت لك الجزء بتاع النتورك تمام. طب الراوتر كمان بيبعت لي الجيت واي. الله يكرمك ركز في الحته دي قوي. طب خلاص يا عم، ما هو الجيت واي معروف اهو اللي هو الاي بي بتاع الراوتر. طيب احنا لما جينا ناخد الاي بي فيرجن 6، مش عارف انتوا فاكرين ولا لا، قلت لك كل انترفيس في الاي بي فيرجن 6 بتاخد حاجه اسمها الابيبه، وبتاخد الاي بي اللي انت بتديهوله. فالراوتر ده دلوقتي عليه الابيبه، حد فاكر بدايته كانت كام؟ اف اي 80، وفي اي بي انت مديهوله. لما يجي الراوتر يديك الجيت واي يا باشمهندس علاء، هيديك الاف اي 80 الابيبه ولا هيديك الاي بي اللي انت مديهوله دلوقتي؟ لا، بيديك الابيبه. ليه بقى بيديك الابيبه؟ اصل هو ابيبه واحد بس على الراوتر، انما الراوتر شغال اي بي فيرجن 6 ممكن يديله اكتر من اي بي. تاني بقى الحته دي، انا الراوتر بيبقى عليه 2 اي بي، الاي بي اللي انا مديهوله يا باشمهندس محمود، وهو ده طبيعي ان انا اقول الرد بتاعي على طول الديفولت، لا ده انا هيديني الاي بي اللي انا مديهوله تمام. بس قال لك لا، ده الراوتر اللي شغال اي بي فيرجن 6 ممكن ياخد اكتر من اي بي فيرجن 6، فلما يجي يوزع ما يوزعش غير الابيبه كجيت واي. يبقى الاجهزه اللي هتبقى هنا يا جماعه دي كلها هيبقى عليها الاي بي بتاع الراوتر، بس مين؟ الابيبه بتاعت الراوتر اهو، الابيبه بتاع الراوتر اللي هو بدايته اف اي 80. اسمه لينك لوكال. الله يكرمك يا باشمهندس. بس اللينك لوكال بتاع مين؟ بتاع الراوتر. يا سلام. تمام. وده سؤال كان جالك في الامتحان بتاع السمستر الاولاني. تمام. شرفه ايه؟ ما تشرحناش. ايوه ما انت ما ذاكرتوش. طب انا اعمل لك ايه طيب؟ لا انا ما كنتش المفروض تفتح الماتيريال وتذاكريها، مش كل حاجه الانستراكتور هيقولها لك. يوم الجمعه بعد الصلاه. ايه؟ الابيبه دي للراوتر ثابته. لا الراوتر ثابته. لكل انترفيس له ابيبه ثابته يا باشمهندس، انت عارف بيعملوها ازاي؟ لكل انترفيس له ماك. تمام؟ فبيقوم عامل كده الراوتر. جايب الكود ده ثابت اهو، اف اي 80. والثلاثه بلوك بتوع الشبكه دول فاضيين اهو، في ثلاث بلوك بصفار. وجايب الماك بتاعه عامل طريقه الاي 64 ومكمل بيه الابيبه. فلو الراوتر الماك بتاعه مثلا 0 0 4 اي 3 2 4 اي 0 5 4 بي، ده البورت بتاع الايه؟ الراوتر اللي واصل على السويتش ده الماك بتاعه اهو. يقوم يعمل ازاي؟ ادي 0 ديت البت السابع احوله اخليه ب 2 يطلع 2 4 اي اهو 3 2 اف اف، وبعدين اف اي 4 اي، وبعدين 0 5 4 بي اهو، ده الابي بتاع الراوتر. حاجه ثابته اف اي 80، والماك بتاعي اعمله طريقه الاي 64. انما البورت بتاع الراوتر ده الابي بتاعه ثابت، بس كلينك لوك كاي بي انا ممكن اديله اكتر من اي بي فيرجن 6، فهو هيبقى محتار يديك يدينا مين فيهم، فبيديك الابي. يبقى الراوتر لما يجي يوزع على الناس الجيت واي بيوزع لهم الابي بتاعه. بدي ايه؟ الله يكرمك. تمام. تمام. انترفيس كل واحد اي بي، بس انا ممكن باشمهندس سيد يجي على الانترفيس الواحد يديله اثنين اي بي، يديله اثنين ثلاثة اي بي اربعة اي بي. دي فيتشرز جديدة في الاي بي فيرجن 6 بيستخدموها في ايه؟ في حاجات بعدين ان شاء الله. تمام كده. فانا عايز حضرتك تعرفوا دلوقتي واعمل لك عملي دلوقتي. لما نيجي نشتغل الطريقة الاولانية، الراوتر بيدينا الشبكة ويقول لي استخدم الماك بتاعك عشان تكريت الاي بي، ادي اول حاجه صح كده، بيديك البريفكس بتاع الشبكه اللي هو 64. تمام. بيديك الجيت واي اللي هي كام؟ اللي هي الاي بي بتاعه. بس يا باشمهندس محمود ما بيدينيش الدي ان اس. فالطريقه دي تنفع لو انت عندك راوتر هنا في المعهد وعندك شبكتين اثنين، شبكه مبيعات وشبكه تسويق، وعايز الشبكات دي تاخد ايباد اوتوماتيك بس ما يطلعوش نت. الطريقه الاولانيه اللي ستاتلس دي يا جماعه ما بتطلعنيش ايه؟ نت. ما بيدينيش دي ان اس سيرفر، وما فيهاش دي اس بي خالص. شوف انا عاملها لكم ازاي عملي اهو. ها شوف انا عاملها لكم ازاي عملي.
يبقى تاني الطريقه الاولانيه بتاعتنا اللي هي كام صفحه كام اهي اوبشن 1 اسمها ستاتلس ادرس اوتو كونفيجريشن او اوتو كونفيج. الطريقه دي يا شباب الراوتر هو اللي بيديك كل حاجه، الانترفيس بتاع الراوتر بتديك كل حاجه، بس لما تعملها كونفيجريشن ان هي تعمل كده بتديك النتورك والبنفيتس بتاع النتورك وتقول لك استخدم الاي يو 64 عشان تكون الاي بي بتاعك، صح الكلام كده؟ وبتديني الجيت واي، الجيت واي اللي هو يمين يا جماعه اللينك لوكال بتاع الراوتر بس، انما دي ان اس ما بتدينيش دي ان اس. مش يطلع على النت، عندي والله في كل فرع خمس ست شبكات عندنا صيانه وتراسل وما اعرفش ايه، وعايز الاجهزه تاخد ايباد فيرجن 6 اوتوماتيك لانه صعب يحط اي بي ايه مانوال بايديا، والراوتر له اكتر من انترفيس وعايز كل انترفيس هي اللي توزع ايباد على الشبكه بتاعتها شغال زي الفل. انما اخش على ياهو وفيسبوك وكلام ده عايز دي ان اس، مفيش حد دلوقتي في الطريقه دي بيديني دي ان اس. ها تمام كده؟ فدي تنفع في الفروع بتاعتنا الداخليه على الانترا مثلا شغاله زي الفل. تمام؟ تعالوا نجربها كده عملي. تعالوا نجربها عملي كده. هذا الراوتر عندي اهو. اهو 2800 هذا سويتش اهو. وده اجهزه ايه عايزه تاخد اي بي. طيب الراجل بقى ايه عايز يدي اي بي فيرجن 6 الاجهزه دي اهو عندي في المعهد اهو شبكتين اتنين وده كمان شبكه ايه وانا يا عم عايز اشغلهم اي بي فيرجن 6 بقى وماليش دعوه بالناس اللي بره شغالين فيرجن 6 ولا مش شغالين اهو هذا انترفيس وهذا انترفيس تاني اهي. عايز الشبكة دي يا شباب الشبكة دي انا عايزها كده 2001 اهو اربع وحايد اربع وحايد اربع وحايد نقطتين نقطتين سلاش 64. الشبكة اللي تحت دي عايزها 2001 ها اربع اتنات اربع اتنات اربع اتنات اي شبكه اهو سلاش 64. هنشتغل الطريقه الاولانيه اهو. الاول احط اي بي للانترفيس اهو زي ما بنعمل قبل ما اشغل اي بي فيرجن 6 الاول اكتفه على الراوتر. باكتفه ازاي؟ اي بي في 6 يونيكاست راوتينج. ده انا كده باكتف المديول بتاع الاي بي فيرجن 6 على الراوتر. في الاي بي فيرجن 6 لما تيجي تاخد راوتر يا ريت تبدا من 2800 وانت طالع، يعني راوترات 2800 تمام ده راوتر 2800 اهو 2800 ما تاخدش 2600 مثلا بس الحمد لله لا في 2600 اهو. فوانت بتاخد اي بي 2800 اشتغل معاك اي بي فيرجن 6. وبعدين هخش على الانترفيس اهو فاست 0 على 0 هدي لها اي بي ادرس اقول له اي بي فيرجن 6 ادرس 2001 نقطتين 1111 1111 1111 نقطتين 1 سلاش كام 64. ده الاي بي بتاع الراوتر اهو اللي انا حطيته له وقلت له نو شوت داون اهو. فراحت الانترفيس منوره. انا حطيت اي بي اهو. لو جيت حضرتك عملت دلوقتي شو اي بي في 6 انترفيس بريف هتلاقي ايه؟ هتلاقي الاي بي يا باشمهندسه غاده واخد ايه؟ واخد الابيبه بتاع الراوتر اهو الماك بتاع الراوتر اهو وضايف جواه 3 اف اي اهو شايفاه؟ تمام؟ اه وواخد الاي بي اللي انت مديهوله يعني الانترفيس واخد 2 اي بي شايفينه؟ اهو تعال ناخد ده كده كوبي ها
ها معايا باشمهندس هدى كده الراجل واخد اتنين والجهاز مات رخر اهو لو جينا خدنا ده حطيناه في النوت باد اهو اهو ده يا شباب انا ازاي بحط اي بي للانترفيس بتاع الراوتر اهو ودخلت عملت الكوماند ده لو حد عايز يشوف اهو شو اي بي انترفيس بريف اهو فراح جايب لي ايه ان البورت بتاع الراوتر ماشي ها الاي بي بتاع الراوتر اللي هو 0 على 0 اب اب واخد 2 اي بي واحد اللينك لوكال اللي انت ما حطيتوش له والواحد اللي انت ايه عملته له طيب انا عايز اشغل الراوتر بقى ايه الطريقه الاولانيه هعمل اهو كونفيجر تيرمينال اي بي دي اتش سي بي بول واسميها اي اسم اي بي في 6 طبعا اسف اي بي في 6 دي اتش سي بي بول واسميه اي اسم اسميه ايه وليكن مثلا كايرو سيلز زي ما كنا عاملين المره اللي فاتت اهو كايرو سيلز اهو كريت بول فاضي اهو لا في نتورك ولا في حاجه بول فاضي اهو واروح احط اسم البول ده على الانترفيس جوه خلاص اهو بعد ما عملت كده اقول له اكزيت واقوم داخل جوه الانترفيس اهو الفاست 0 على 0 اقول له اي بي في 6 سيرفر اي في في 6 سيرفر دي اتش بي سيرفر تمام وادي له اسم البول كايرو اندرسكور سيلز بس خد بالك لازم الاسم يكون هو اسم نفس الاسم بالظبط تعال ناخد ده كوبي كده خلاص يا عم خلصت كده العمليه الاولانيه شفت الموضوع بسيط وسهل ازاي اهو اهو وانا جوه الانترفيس يعني دخلت جوه مين جوه الانترفيس اهو اللي هيوزع ايباد هو الانترفيس مش عايز اي معلومات تانية جديده شايفين كريت البول على الجلوبال كونفيجريشن اسمه كايرو سيلز ودخلت جوه الانترفيس حطيت فيه اسم البول طب هو الراجل ده هيجيب من رقم النتورك منين اللي هيوزعه على الناس ما انت مديهوله اول اربعه بلوك اللي انت اديتهم للانترفيس ده اللي هيوزعهم على الناس طب وهيجيب الجيت واي منين ما هي الانترفيس كده كل شويه لما حد يبعت له راوتر سلوكتيشن هيرد عليه بالمعلومات دي خلصت طب تيجي نجرب بقى اهو ادي الاجهزه اهي بتاعتي ديسكتوب اي بي كونفيجريشن انا عايز اعملها ايه اشغلها اوتو كونفيج اهي في اوبشن جه اسمه اوتو كونفيج اهو اوبا خد اول اربع بلوكات من الراوتر وخد الماك بتاعه هو بتاع الجهاز وكاري دي بقيه الاي بي طيب الجيت واي واخد الجيت واي بتاع الراوتر اهو شايفين الاف اي 80 اهي الابيه بتاع الراوتر صح ادي الجهاز الاولاني خد اي بي الجهاز التاني شغال بقى مش محتاج انا احط اي بي اوتو كونفيج واخد البريفكس كمان اهو سبنت ماسك اهو بس ما عادش بقى 255 255 بقى سلاش 64 ولا سلاش ما اعرفش كام صح كده دي اتش بي لا دي اتش بي مش هياخد منه حاجه دلوقتي لسه اهو شايفه ما خدش اي بي اهو شايفه يا باشمهندس ما خدش اي بي اهو تمام ما في اوبشن اسمه اوتو كونفيج الاوتو كونفيج ده اوبشن موجود ستاندر في كل الاجهزه ما عدا اجهزه مايكروسوفت مايكروسوفت جم عيطهم هقول لكم القصه بتاعتهم بيعملوا ايه هم خلاص بس ده ستاندر على كل الفيندور ما عدا مايكروسوفت خلاص اسمه ايه اوتو كونف ايه ستاندر اللي على كل الفيندور ما عدا مايكروسوفت جم اعترضوا على الموضوع ده هقول لك ليه اعترضوا حاضر هجيب فكرني بيه بس طيب يبقى انا قلت يا جماعه الطريقه الاولانيه الراوتر بتاعي بيبعت اهو الطريقه الاولانيه الجهاز بتاعك ما يبقاش عارف حد فبيبعت ار اس اللي هو الراوتر سلوكتيشن على الادرس اف اف 02 كام يا شباب 2 بتاعت الراوترات فالراوتر بيرد عليا بار اي اف اف 02 1 في المعلومات اللي قلنا عليها
الار اي دي يا جماعه بتطلع تريجرد لما يجي للراوتر ار اس، والراوتر اوتوماتيك لما بتشغله بالطريقه دي كل 200 ثانيه يا باشمهندس سيد، كل 200 ثانيه بيبعت ار اي لكل الاجهزه. يعني الار اي دي رساله بريودك بتنبعت كل 200 ثانيه، وبتنبعت امتى؟ لو جهاز بعت له ار اس بعت له ار اي على طول. طب وتنيه بعتها على طول؟ اه بتنيه بعتها على طول. لا 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 لا، اصل الاجهزه بتاعت الاي بي فيرجن 6 يا باشمهندسه هم متوقعين ان الشبكه الواحده يكون فيها الافات من الاي بي، صح كده؟ فممكن يكون في جهاز عنده مشكله ما يبعتش ار اس، فهو يبعت لهم ار اي كل شويه. بس لازم يكون في ار اس في الاول. بس لا يعني ممكن من غير ار اس، هو كل شويه ار اي لكل الاجهزه، في النتورك بتاعته والبريفكس والكلام ده. ما انا بقول لك هي بتنبعت بريودك، ده طبيعي ده الديفولت بتاعه، وبتنبعت ار اس لو جهاز بعت له ار اس. تمام؟ في كومن طبعا بيوقف البريودك ده لو انت عايزه توقفيه. عشان ترافيك يعني، عشان الباند ويتس والترافيك والكلام ده عايز اوفر. تمام؟ وعشان السكيورتي لان بتنبعت مالتي كاست لكل الاجهزه. صح الكلام؟ واحنا اصلا شايلين البرودكاست عشان السكيورتي، ما تجيش انت تبعتها بريودك كل شويه. بس الراوتر بتاع سيسكو بيبعت الار اي كل 200 ثانيه وبيبعتها تريجرد بناء على الار اس. طيب ده ده من الجهاز، ها من الجهاز للراوتر، يوم الراوتر ردت بايه؟ بار اي لمين؟ للجهاز او لكل الاجهزه. ده رقم البي سي، ده مالتي كاست بيروح للبي سي اللي موجود على الشبكه لكل الاجهزه اللي موجوده على الشبكه. 2 بيروح للراوترات. اه تمام كده. مالتي كاست بقيته اف اف 02 اهو، فاكرين الجدول بتاع الفيديو؟ تمام. فاق خلاص الحمد لله. الحمد لله. طيب الطريقه الثانيه بقى او الاوبشن 2، الاوبشن 2، الاوبشن 2 عندنا لو انتوا كنتوا شفتوه هتلاقوني بتكلم في ايه؟ بتكلم ان انا بستخدم الطريقه الاولانيه وبستخدم الدي اتش سي بي الاثنين مع بعض. بستخدم الطريقه الاولانيه علشان اخد منها نفس المعلومات، النتورك والبريفكس والجيت واي، واستخدم الدي اتش سي بي عشان ايه؟ عشان يديني الدي ان اس. يبقى بعض المعلومات باخدها من الجيت واي بتاعتي، من الانترفيس بتاعتي، وبعض المعلومات باخدها من الدي اتش سي بي. الدي اتش سي بي اللي هو مين؟ باخد منه مين؟ باخد منه معلومه الدي ان اس. حلو الكلام كده؟ ها الاولاني ما كانش في دي ان اس، هي دي ان اس. الاجهزه هتخش ايه؟ على النت، بس برضو شغال الطريقه الايه الاولانيه، شغال ميكس ما بين الاثنين، وده بيسموه تايب 2 او اوبشن 2. خلاص هعمل ايه بقى في الطريقه دي؟ الادمن والله عايز الاجهزه تخش نت من عينيا، فده عندي راوتر متوصل بالسويتش وعنده دي اتش سي بي سيرفر اهو، وعنده الجهاز اهو. فالجهاز هيبعت ار اس للراوتر، فهيبقى الراوتر هيرد على الجهاز على طول بحاجه اسمها ايه؟ ار اي. بس الار اي هندسه تايب كام؟ تايب 2. التايب 2 دي بتقول للجهاز ده في بعض المعلومات ناقصه، روح كلم مين؟ الدي اتش بي سيرفر، خد منه المعلومات دي. تمام؟ يبقى تاني هيبعت لي رساله اسمها ار اي بس اوبشن 2، معناها ان ده جزء من المعلومات اللي هو النتورك والبريفكس والجيت واي، بس انت ناقصك الدي ان اس، فيديله رقم الدي ان اس، روح هات منه ايه؟ الدي ان اس سيرفر، رقم الدي اتش بي، روح هات منه الدي ان اس سيرفر. فالجهاز بتاعك يروح يعمل حاجه اسمها سولكت على الدي اتش سي بي بس يونيكاست بقى، فالدي اتش بي سيرفر يعمل لك ايه؟ ادفرتايز بمين؟ بالدي ان اس سيرفر. طيب هو الجهاز بتاعنا هيعرف منين ان دي ار اي اوبشن 2 او ار اي اوبشن 1 او ار اي اوبشن 3؟ بص بقى عشان مش مكتوبه في الكتاب. تمام؟ ار اي اوبشن 1 و2 و3. خلاص بص بقى كده عشان مش موجوده في الكتاب. ايه بقى؟ الار اي ديت يا جماعه فيها اتنين فلاج، فيها اتنين بت.
كل بت من دول بقول عليه فلاج. يعني هو البت الواحد في الـ في الـ في الهيدر بقول عليه فلاج. الفلاج ده اللي هو يا اما 0 يا اما 1، تمام كده. يبقى كلمه فلاج دي معناها ايه؟ بت واحد، لا اما مره يبقى 0 يا اما مره يبقى 1. ده معنى كلمه فلاج. يعني فلاج في اي في اي حاجه في النتورك معناها ايه؟ ان بت جوه الهيدر بت واحد، لا اما ياخد قيمه 1 لما ياخد قيمه 0. ففي عندنا 2 فلاج، فلاج اهو وفلاج اهو. فلاج اسمه مانجد فلاج، هو اسمه كده. وفلاج اسمه او بت تاني اسمه اذر فلاج. الاثنين دول موجودين فين يا جماعه؟ في الهيدر بتاع الار اي. والله لو انت شغال الاوبشن 1 هيبقوا الاثنين دول بزيرو، وده الديفولت، وعشان كده انا ما غيرتش فيهم. طب انا لو شغال اوبشن 2 هيبقى هنكتف الاذر. اذر يعني ايه؟ يعني في بعض المعلومات انت واخدها من الديفولت جيت واي، وبعض المعلومات او اذر واخده منين؟ من دي اتش بي. فهنحط المانج دي بزيرو بس الاذر بكام؟ بواحد. يبقى الواحد ده بتاع مين؟ بتاع الاذر. اعرفها كده، اذر دي مقصود بيها بعض المعلومات من الدي ان اس. فهتلاقيني دلوقتي هكتب كوماند جديد ان انا هخلي الاذر فلاج بكام؟ واحد، تمام كده. طيب المانج دي بقى لو انت شغال اوبشن 3 هيبقى المانجد بواحد والاذر بزيرو. الاوبشن 3 لسه جاي، فهتلاقيني في الاوبشن 3 هعمل المانجد بكام؟ بواحد، بس الاذر بزيرو. حلو الكلام كده. يبقى 0 0 دي اوبشن 1 وده الديفولت. طيب 0 1 يبقى انا هروح للاذر فلاج اخليه بواحد. فالراجل يعرف ايه؟ يعرف ان بعض المعلومات هياخدها من الديفولت جيت واي من الار اي اللي جاله من الديفولت جيت واي، وبعض المعلومات هيروح ياخدها من الدي اتش بي. طب لو خليت المانج بواحد والاذر بزيرو يبقى انت كده كل المعلومات تاخدها من دي اتش بي. ده الطريقه الثالثه لسه جايه، ما تقلقش هنشرحها. حلو الكلام كده. يبقى هو عارف منين ده تايب 2 ان جاي له في الفلاج بتاعه ان المانج بزيرو بس الاذر بواحد. مفيش واحد واحد، تمام. هو ده اصلا معنى الفلاج، ان هو يبقوا شويه بتات جنب بعض بس بت بينهم واحد بس اللي بواحد. شكل الفلاج اللي انتوا خدتوه في التي سي بي في السمستر الاولاني اللي هو كان بيقول لك نوع رساله التي سي بي، كان في 6 بت فلاج. هل هي نوعها اوبن سيشن ولا اند سيشن ولا فينش ولا سينك ولا داتا ولا ايه بالظبط؟ تمام. ها نعم. الجهاز بيعمل تورك على دي اتش بي، دي اتش بي بيعمل تورك فيها الدين السيرفر، بس الاي بي بتاع الدين السيرفر، تمام. طيب هو مش ممكن يا جماعه الراوتر بتاعي يكون شغال دي اتش بي سيرفر؟ صح كده؟ زي ما خدنا امبارح، انا هنا مش هعمل جهاز لوحده دي اتش بي سيرفر، انا هخلي الراوتر بتاعي لوحده كمان شغال دي اتش بي. يعني الجهاز بتاعك هيعمل ايه؟ بصوا كده، الجهاز بتاعك هيعمل ايه؟ هيبقى كده عندنا الوضع بتاعنا هو في سيسكو. ادي الراوتر متوصل بالسويتش، وادي الجهاز الكمبيوتر بتاعي اهو. فالجهاز يبعت ار اس، فده يرد عليه ار اي. اوبشن كام؟ 2. بس الجهاز بتاعي انا اساسا مشغله ايه؟ دي اتش بي. فيرجع تاني يقول له ايه؟ سولكت، انا عايز منك الدي ان اس، فده يرد عليه بادفرتايز. يعني انا الراوتر بتاعي الجيت واي هتديني الجزء الاولاني، والرول اللي اسمها دي اتش بي اللي موجوده على الراوتر هتديني الجزء الثاني، لان ما عنديش منفصل دي اتش بي منفصل. صح الكلام؟ طب تعالى بقى يا سيدي نشوف الطريقه الثانيه بعملي. اهو هنفتح الباكت تريسر اهو. عايز الاجهزه اللي هنا تخش نت، يعني يكون عندهم دي ان اس سيرفر، تمام. نفس الطريقه الاولانيه، بس الاول ناخد ضايبين مين؟ للانترفيس. اهو هاجي كده على الانترفيس اهو. انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس. الاول اقول له ايه؟ اي بي في 6 يونيكاست ايه؟ ما خلاص انا كتبها مره. ها انترفيس فاست 0 على 1 اي بي في 6 ادرس 2001 4 اتنينات 4 اتنينات 4 اتنينات 1 سلاش كام؟ 64. ونو شوت داون. ده اول حاجه عملتها اهو، اديت الانترفيس الثانيه اي بي اهو. صح كده؟ ها باشمهندسات صح كده؟ اهو الانترفيس الثانيه خالص اهي بتاع الشبكه الثانيه.
تعالى بقى نكريت الموضوع بتاع الاوبشن 2 ده. هاجي على الراوتر هقول له اكزت اي بي في 6 دي اتش سي بي بول هسميه كايرو اندرسكور مارك. طب انا عايز الراوتر بتاعي يشتغل دي اتش سي بي سيرفر عشان يوزع الدي ان اس، اديله دي ان اس. هو ده الكوماند الزياده دي ان اس 2001 4 اتنينات اهو، ده رقم الدي ان اس عندي 4 اتنينات 4 اتنينات 8 سلاش 64 اسف 8 كده بس هو اي بي بينكتب كده. اخترت اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع دي ان اس ده بتاعتي داتا او اللي بيدخلك نت ايا كان رقمه كام بقى. حلو كده، اللي هو الراجل هيروح يساله تمام كده يقول له الياهو دوت كوم ده الاي بي بتاعه كام؟ جوجل دوت كوم اي اي بي. طيب وبعدين؟ وبعدين هعمل اكست اخش جوه الانترفيس بقى اشغلها جوه البول ده 0 على 1 اقول له اي بي في 6 دي اتش سي بي سيرفر اسمه ايه يا جماعه؟ كايرو اندرسكور ايه؟ مارك. حاضر حاضر يا باشمهندس. ها حاضر، بصوا كده انا جيت اهو دخلت على الانترفيس انا من بره اهو، رحت مديله الايه؟ اهو يا باشمهندس بص هقول لك عملنا فيه ايه. انا سميت البول اهو يا باشمهندس مفيش مشكله في دي صح؟ اهو حطيت جوه البول ده قلت له انت هتوزع كمان رقم الدي ان اس. طب رقم الدي ان اس السيرفر اسمه ايه؟ اهو ده رقم الاي بي بتاع الدي ان اس سيرفر اللي عندي داتا مثلا اللي الاجهزه هينكتب عندها، عشان لما تكتبي ياهو دوت كوم على الاجهزه تروح تساله ياهو دوت كوم ده الاي بي بتاعه كام؟ جوجل دوت كوم الاي بي بتاعه كام؟ طب ما هو ممكن يكون دي ان اس سيرفر عندي جوه الشركه اديله الاي بي بتاعه، يبقى ده الاي بي بتاع الدي ان اس سيرفر اللي هينكتب على الاجهزه اللي هيتوزع على الاجهزه. الله يكرمك، مش انا لما اجي احط اي بي للجهاز قلنا كده لما اجي احط الاي بي للجهاز اهو لوكال اهو بروبرتيز اي بي فيرجن 6 بحط الاي بي فيرجن 6 والبنفكس 64 والجيت واي والدي ان اس اهو اللي هو بعد كده لما يرجع له تاني يقول له رقم الدي ان اس كام يديهوله، فيبقى كل الاجهزه فيها رقم الدي ان اس ده. فلما تيجي تقعد على الجهاز اليوزر قاعد على الجهاز ويجي يخش نت يكتب ياهو دوت كوم، طب الجهاز ما يعرفش ياهو دوت كوم يروح يسال الاي بي ده هو ياهو دوت كوم ده الاي بي بتاعه كام؟ تمام؟ اللي هو رقم الدي ان اس سيرفر اللي عندك. عن اوبشن 1 اوبشن 1 ما كانش فيها دي ان اس. ادي اول كوماند زياده. شوف بقى هعمل ايه في الانترفيس كمان كوماند زياده اللي هو بتاع مين؟ اللي هو بتاع الازر هخليه بواحد. الكوماند بتاع دي ان اس عشان الراوتر هيشتغل دي اس سيرفر. الله يكرمك. هيشتغل مش هحط بالظبط، لو انت مش هتخلي الراوتر يوزع الدي ان اس ما تحطوش. فيبقى كده شكل الاوبشن 1 بالظبط. صح كده؟ طيب هكمل بقى بيت الكوماندات اهو. كنا المره اللي فاتت بنعمل ايه يا جماعه؟ بنخش جوه الانترفيس ونحطها جوه البول ده صح؟ اهو دخلت جوه الانترفيس اهو وقلت لها انت جوه البول ده هتوزع ايبهات. الكوماند ده هيخليها ايه يا جماعه؟ هيخلي الانترفيس توزع الجزء الاولاني النتورك والبنفكت والجيت واي بس رقم الدي ان اس مش هتوزعه. فهقول لها بقى انت شغاله اوبشن 2، اقول لها ازاي انت شغاله اوبشن 2؟ اقول له اهو اي بي في 6 نيبر ديسكفري اذر فلاج وانتر. ان دي ان دي ده بروتوكول اسمه نيبر ديسكفري هبحكي لكم عنه بعدين. اذر فلاج وانتر كده معناه ايه يا جماعه؟ انا خليت الاذر فلاج بكام؟ بواحد والمانجد على الديفولت اللي بزيرو. فكده الار ايه بقت اوبشن كام؟ 2. معناه ايه؟ يعني الراجل هيرجع لي مرتين، المره الاولانيه هاخد مني جزء النتورك والمره الثانيه هيرجع ياخد مني ايه؟ الدي ان اس. بس مش هيرجع ياخد الدي ان اس من الجيت واي، هيرجع ياخده من مين؟ من الدي اتش في سيرفر من الراوتر. الله يكرمك صح كده؟ اهو تعالوا كده ناخدها كوبي ونشوفها على بعضيها. ها واللي عايز يسال في اي حاجه يسال بالراحه خالص اهو. اهي. حاضر. حاضر. انا واقف اهو في الاوبشن 2، دخلت اديت الانترفيس اي بي عادي جدا. اكتب ماشي اوكي ده اوبشن 2 ماشي. ها دخلت على الجلوبال كونفجريشن يا جماعه، عملت البول اهو. بس وانا بعمل البول حطيت جواه الدي ان اس سيرفر. وجيت على الانترفيس
حطيتها جوه البول، قلت لها انت هتوزع ايباد فانت جوه البول اهو، بس وانت بتوزع ايباد خدي بالك ان انت شغاله اوبشن كام؟ اوبشن 2. عرفت بقى معنى كلمه اذر فلاج دي اللي كانت بتبان في الباور بوينت زمان؟ هتلاقيها موجوده في الباور بوينت السمستر الاولاني، اذر فلاج والمانج فلاج. اذر فلاج انت كده شغال ايه؟ اوبشن 2. طب انا لو عايز الاذر فلاج تبقى بزيرو تاني اعمل نو؟ نفس الكوماند بس قدامه كلمه نو، صح؟ اكيد طبعا. الطريقه الثالثه هنيجي في الجزء ده ونعمل ايه؟ المانج بزي بواحد بس بدل اذر هنخليها مانج بس. ها حلو الكلام كده؟ طب تعالى نجرب بقى، تعالى نجرب كده الكلام اللي انت بتقول ده صح ولا غلط. اهو ادي الاوبشن اهو، بصهم الديش فيها هيديني ايه؟ اداني دي ان اس. طب الاوتو كونفج هيديني ايه؟ لان شغال اتنين مع بعض، صح الكلام كده؟ الاوتو كونفج الانترفيس هيديني الجزء بتاع النتورك، بس الدي اتش بي هيرد عليا بمين؟ بالدي ان اس. والدي اتش بي عندي هنا مين هنا المراضي؟ الراوتر. الراوتر صح الكلام؟ اهو الجهاز التاني اهو. لو رحت انت دلوقتي عملت اوتو كونفج بس تمام كده، خدت الايه؟ خدت الاي بي، بس هو معلمك على الدي اتش بي لانك شغال الطريقتين مع بعض اهو. يبقى الاوتو كونفج بيديني الاي بي، اما الدي اتش بي لوحده بيديني ايه؟ الدي ان اس، صح؟ اهو. والراجل خد كده ايه؟ اي بي وجيت واي نفس الطريقه الاولانيه، الثلاث دول من الطريقه الاولانيه، والدي ان اس عشان يخش بيه نت اهو. الراجل اهو، لو انت عملت دي اتش بي والله الدي اتش بي هنا بيوزع دي ان اس، بس لو عملت اوتو كونفج هيديك اي بي. عشان الاثنين شغال اوتو كونفج ودي اتش بي، بس انت لو عملت اوتو كونفج من الاول هيديك الاثنين مره واحده، صح الكلام كده؟ انت هتروح تلاقي على الراوتر، فالراوتر يبعت لك ايه؟ اوبشن 2، ويقول لك يبقى تعالى كمل، فتاخد منه جزء وترجع تاني تكمل منه ايه؟ الدي اتش بي. طبعا لينك بيبقى موجود قبل ما تعمل اي حاجه، اول ما تاكتيف الاي بي فيرجن 6، يعني تحط اي بي للراوتر او اي بي للجهاز فيرجن 6، على طول بياخد اللينك لوكال ده، حتى من غير حتى ما تحط اي بي. بص حتى باشمهندس الجهاز بتاعي جوه الويندوز التعبان ده اهو، لو عملت سي ام دي كده وقلت له اي بي كونفج، انا ما حطيتلوش اي بي فيرجن 6 جهازي اهو، هبص الاقي واخد اي بي فيرجن 6 الابيب اهو، يا نهار ابيض اهو، من قبل حتى ما احط ايباد فيرجن 6 للجهاز بتاعي، انا جهازي شغال فيرجن 4. فكل انترفيس لو انت مسطبه عليه التي سي بي اي بي ستاك بتاع الفيرجن 6، تلاقي الواحد واخد الاي بي فيرجن 6 اللي هو اللينك لوك من غير ما انت تحط له اي بي. يعني ايه تي سي بي اي بي ستاك يا عم؟ يعني لو انت دخلت كده التعريف بتاع الاي بي فيرجن 6 اهو، اللي هو التعريف ده بروبريتيز اهو، شايفاه معلم عليه اهو، انت عارف امتى ينشال؟ لو انت شلت التشيكايه دي كده، التعريف بتاع الويندوز ينشال بتاع الاي بي فيرجن 6 بتاع الكارت. ها حلوه الطريقه دي؟ ها تمام. عملت ايه؟ عملت ايه؟ قول بس تاني معلش كده. اللي هيدخل على النت الاجهزه اللي هي على النت الاربع اتنينات، الله يكرمك بالظبط، الاربع وحيد. انا البول بتاع الاربع وحيد حطيت فيه دي ان اس؟ ما حطيتش فيه دي ان اس. طيب احنا كده شغلنا الراوتر على ام دي اتش سي. اهو انا مش عايز اعمل كده، انا عايز السيرفر هو اللي يشتغل. ازاي هفهمه ان هو يعمل كده؟ إيه ازاي تفهمي ايه؟ الراوتر ان هو يشتغل دي اتش بي سيرفر، صح؟ الراوتر خلاص عرفنا دلوقتي ازاي بتشغله. تمام تمام. لو انا لا في كوماند، في كوماند تاني بينكتب جوه البول بديله الاي بي بتاع دي اتش بي سيرفر عشان يفهم بالظبط كده. سيبيني اشوف لك الكوماند ده تمام كده، لو مش موجود على الباك تريسر تمام. طيب كده الطريقتين الاولانيين خلصوا، في حد عنده مشكله فيهم؟ طبعا طبعا يا هندسه، طبعا دي معزولين عن بعض تمام. وعشان كده انا كاتب الانترفيس الاولانيه، كاتب الكوماند ده يا انترفيس اولانيه اهو اللي هو 0 على 0، انت جوه البول مين اللي اسمه كايرو سيلز اهو، عشان كده باجي جوه الانترفيس بكتب جواه اسم البول اللي هي تبعها، والبول الثاني انت جوه مين؟ الكاريو ماركتنج. وانا بعمل البول بتاع الماركتنج كنت كاتب الدي ان اس، وعشان كده الانترفيس 0 على 1 بتوزع الدي ان اس. انما وانا بعمل السيلز ما كتبتش مين؟ ما كتبتش دي ان اس، كاتب ده على طول اهو. فهمتني؟ الله يكرمك بس. مش هيوزع؟ هيعرف يوزع من ايه؟ ممكن اكتر من انترفيس يوزع على نفس البول
لا طبعا ما ينفعش. هل ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ لا طبعا. لو انت جيت تحط اتنين اي بي لاتنين لو جيت تحط اتنين اي بي لاتنين انترفيس على الراوتر في نفس الشبكه، الراوتر يقول لك ده مش شغلتي، يحصل كونفليكت، كل رجل من رجول الراوتر واقع في شبكه مختلفه يا باشمهندس سيد. ها صح كده؟ كل رجل من رجول الراوتر في مول مختلف، في شبكه مختلف. لا مش في نفس الشبكه يا راجل. طيب لا لنفس الانترفيس شغال ممكن. تمام كده؟ ممكن. خلاص كده؟ طيب بس خد بالك انا لما بحط اكتر من اي بي لنفس الانترفيس بحط برضو اي بيهات لنفس الشبكه. مش في شبكات مختلفه. طيب تعال نشوف اوبشن 3. اوبشن 3 ده الاوبشن العادي بتاعنا اللي هو زي الاوبشن بتاع فيرجن 4 بالظبط، دي الطريقه العاديه بتاعتنا. ان كل حاجه هتروح تجيبها من مين؟ من الدي اتش تي بي سيرفر. الانترفيس بتاع الراوتر مش هتعمل لك اي حاجه. تمام؟ وللاسف الطريقه دي مش موجوده على الراوتر. يعني ككوماندات مش موجوده على الراوتر، فهنشوفها بس بالباوربوينت. لما تشوف الكوماندات بتاعتها بالباوربوينت مش موجوده على الباك تريسر. تمام؟ فهوريلكم بالباوربوينت هتفهموها على طول طالما انت فهمت الكلام ده. ليه؟ والله يا باشمهندس ده كونسبت صح كده؟ اي طريقه تنفعك في شغلك شغليها. ما اقدرش اقول لك دي بيست براكتس. خلاص؟ بس انا هقول لك اهو الطريقه الثالثه دي فايدتها ايه وليه ستيتفول؟ هم ليه بيسموها ستيتفول؟ طبعا انتوا عارفين او اللي قروا على الدي اتش بي ان لما بيجي عندي الدي اتش بي سيرفر اهو بيبقى عليه بول من الاجهزه صح؟ بول من الاي بيهات. يعني مثلا بدايه الشبكه 192 168 1 1 لحد 192 168 1 20 دي الاي بيهات اللي بوزع منها. ده بيسموها بول. صح كده؟ فلما يجي الجهاز الاولاني ياخد اي بي من الدي اس بي سيرفر يديله ايه؟ 1 1. طب الجهاز الثاني يجي ياخد اي بي من الدي اس بي سيرفر ها يديله 1 2. طب الجهاز الثالث 1 3. بس بص يا باشمهندس محمود، كل ما الدي اس بي سيرفر بيديك اي بي بيسجلك عنده يا معلم في الاي بي فيرجنز 4. في عندنا جدول جوه الراوتر او جوه الدي اتش بي سيرفر اسمه ايه؟ الدي اتش سي في بيندنج. يا نهار ابيض الجدول ده في ايه؟ في حضرتك الماك بتاع الجهاز والاي بي اللي خده مني. اهو الماك ايه واخد الاي بي ده، الماك بي واخد الاي بي ده، الماك سي واخد الاي بي ده. اسمه ايه؟ عشان يحل مشكله الدي اتش سي بي. لا لا مش شرط، لا مش شرط الايبيهات عشان يبقى عارف الايبيهات اللي طلعها وكل اي بي كل ماك واخد اي بي كام. حتى عندك الراوتر بتاع البيت بتاع النت اللي في البيت ده هو شغال دي اتش بي سيرفر. في عندك في جدول اسمه دي اتش بي بيندنج، لو دخلت عليه هتلاقي المكان بتاعه الاجهزه والايبيهات اللي خدتها منك وكل اي بي متاجر من الساعه كام وهيخلص الساعه كام الايجار بتاعه. لا ده انت ممكن تخش تعمل لهم ايه؟ ريليز. تمام كده؟ شيلهم كلهم. يبقى في جدول عندنا اسمه ايه يا جماعه؟ دي اتش بي بيندنج في الدي اتش بي سيرفر. بيسجل فيه الماك والاي بي خدته، هو يعرف الماك بتاع الجهاز منين؟ مش انت وانت بتعمل عليه دي اتش بي ديسكفر بتبقى باعت له فريم في السورس ماك بتاعك. تمام كده؟ طالما الدي اتش بي سيرفر بيعرف كل المعلومات كده بيسموه ستيتفول. ستيتفول معناها ايه يا جماعه؟ ستيتفول. السيتفول معناها ان الدي اتش بي سيرفر مخزن كل المعلومات بتاعت الاجهزه، عارف كل ماك خد اي بي امتى والساعه كام وخد اي بي كام. اما الستيتلس معناها ان الدي اتش بي ما يعرفش اي معلومات. الطريقتين الاولين يا جماعه كان الدي اتش بي ما يعرفش اي معلومات على الاجهزه، كان هو بس بيوزع عليهم ايه؟ رقم النتورك، انما مخزن عنده ماكات؟ ما كانش مخزن ماكات. طب الطريقه الثانيه كان بيديك الدي ان اس وخلاص، ولا كان بيسجل الاجهزه عنده ولا الكلام ده. الطريقه الثالثه بقى لا، ده كل جهاز هيروح ياخد اي بي من الراوتر، الراوتر هيسجله عنده، هيقول الاي بي الفلاني، الاي بي الفلاني اتاخد الساعه الفلانيه بالماك الفلاني. وعشان كده الطريقه الثالثه بنسميها يا جماعه ستيتفول. الطريقه الثالثه بتاعتنا بنسميها ستيتفول اهو كانت تقريبا 8 9 اهي ستيتفول دي اتش سي بي. ستيتفول دي اتش سي بي معناها هيبقى عندنا على الراوتر عندنا بول. بول يعني ايه؟ رقم شبكه.
رقم شبكه تمام كده، في اي بي هات ستارت واند زي بتاعه امبارح بالظبط. والراوتر اول اي اول جهاز رايح له هيدي له اول اي بي عشان يستخدم المكات، ثاني جهاز ثاني اي بي، ثالث جهاز ثالث اي بي، وكل جهاز بياخد منه اي بي يسجله عنده فين، يسجل الماك بتاعه عنده. فانت كادمن ممكن تخش تعمل شو اي بي دي اس بي بيندنج تعرف كل ماك واخد اي بي كام. فالطريقه الثالثه دي لو انت عايز تتبع الاجهزه ويبقى عندك كل الانفورميشن بتاع الاجهزه مسجله عندك. دي ان اس سيرفر اللي هو ايه؟ لا دي ان اس سيرفر افكر بقى حضرتك، دي ان اس سيرفر سجل فيه اسماء المواقع والايدات بتاعتها، اسماء المواقع والايدات بتاعتها مش الاجهزه، اسماء المواقع والايدات بتاعتها. حتى لو تسجل فيه اجهزه لو انت عندك دي ان اس سيرفر داخلي هتلاقي مسجل فيه النيم بتاع الجهاز والاي بي، النيم دي مش ماك، نيم نيم على الاي بي، اما ده بيسجل مكان حتى بين الاسم والمهندسه دي ان اس ها دومين نيم مسجل والاسم البي سي 1 والاي بي ها دي ان اس موجود عندي مثلا في القارئ اللي هو بيديك الـ بيديك الايه لو انت عايز تخش مثلا على لما تكتب ميل دوت بي اي دوت اي جي بيبقى اسم سيرفر اي بي سيرفر بيترجم الاسم ده الاي بي، مين اللي دخل الدي ان اس بتاع اللي جوه صح كده؟ دي الناس داخل بتاع الشركه. او ممكن اسجل عليه اسم برينتر، يعني لو عندهم هناك في هناك بتكتبين ايه مثلا؟ داتا سنتر يعني عندهم برينتر اسمها كده، دي سي معرفش ايه برينتر معرفش ايه. ده اسم برينتر عندهم هناك في القريه، موجود في دور الارض. تمام كده؟ لو حد عايز يطبع عليه حاجه، طب ياخد اسم البرينتر ده، طب مين بيترجم الاسم ده الاي بي؟ يعني موجود على النتورك. دي ناس، دي ناس يا جماعه بيترجم اسماء الاي بيهات. اما الدي اتش بي بيندنج ده موجود في ايه؟ الاي بيهات بالمكان. الماك الفلاني ده هو خد منه اي بي الساعه كام؟ وعشان كده الراجل بتاع تي داتا اللي بيوزع عليكم اي بيهات بابليك بيقول لك لا انت ساحب منه اي بي الساعه كذا. لان هو بيروح يدور عنده فين؟ الداتابيز بيندنج عنده اللي هو الدي اتش بي بيندنج اللي عنده اللي ورا الدسلام. فعارف كل راوتر من الراوترات اللي انت عندكم في البيوت واخد الاي بي ده الساعه الفلانيه. وعشان كده لو حد عمل كده مثلا بالراوتر ده البيت بتاعه، لا الراوتر ده كان موجود على خط التليفون الفلاني الاي بي ده اللي عمل كارثه. احنا قلنا الراوتر بتاع ايه؟ الاوبشن 1 2 مش هيعرف. الايه؟ الاوبشن 1 2 مش هيعرف. اه ودي ما بتشتغلش اوبشن 1 2 عشان السكيورتي. هتشغله بنتك ايه؟ ده راجل جوه النتورك الداخليه عندك. انما هو هناك عايز يتبع مين؟ كل يوزر. عايز يتبع كل خط تليفون واخد كام؟ لازم يكون عنده المعلومات كلها كامله. صح كده؟ لازم تكون عنده اكونت اللي هو ليفل ايه لو انتوا فاكرين. ان هو مسجل كل حاجه انت بتعملها عنده. صح الكلام؟ اه بالظبط اللي هو الاثنتيكيشن والاثورايزيشن والاكونت. الاكونت جاي له هو يعرف منين الجات اللي هم عاملها بطريقه اولانيه والثانيه. الطريقه الاولانيه والثانيه الراجل مش عايز يعرف منك حاجه. هو بس بيبعت لك رقم النتورك ورقم الدي ان اس. ولا وجع دماغ يا عم، ده انا عندي الاف من الاجهزه. تمام كده؟ وعشان كده بيسموها ستيتلس. ستيتلس يعني ايه يا جماعه؟ هو ما يعرفش حاله الاجهزه ايه؟ ما يعرفش حاجه عن الاجهزه خالص. اما الطريقه الثالثه ايه؟ ستيتفول. ها؟ تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف كده الاوبشن ثلاثة ده موجود ازاي عندنا. هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. اهو شابتر 8 ده احنا في شابتر 8 لسه. لا ما كناش كملناها يا فندم والله. لا مش 8 ده 8 صحيح خلصناه امبارح. 10 ملخبطاني على طول يا باشمهندس. طيب ها نبص كده ادى طريقه للستيت فول اهي. بص يا سيدي الراجل عمل ايه؟ اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتنج. خلاص الكوماند ده محفوظ بقى، ده بيأكتف الاي بي فيرجن 6 على مين؟ على الراوتر. ودخل عمل بول اهو زي ما كنا بنعمل. ده كوماند عادي اي بي فيرجن 6 دي اتش تي بي بول وسماه هو اي بي فيرجن 6 سلاش ايه؟ ستيت فول. اي اسم زمان كنت نسميه كايرو سيلز كايرو ماركتنج اي حاجه. وبعدين دخل اداك رقم النتورك اهو بقى ادرس بيريفكس. انت هتوزع حضرتك ايبات من النتورك دي 2001 دي بي 8 سي اي اف اي 1 والباقي كله صفار. اول جهاز هياخد اي بي بكام يا جماعه؟ الرقم ده بس هنا كام؟ 1. والتاني جهاز 2، تالت جهاز 3. طب الاي بي ده هيتاجر لمده قد ايه؟ لايف تايم انفينيتي انفينيتي لمدى الحياه. مش احنا قلنا الاي بي ده بيتاجر؟ لو انت عايز تعمل ستارت واند اعمل
الحد الخميس بس اكتب له تاريخ تاريخ بياخد ديت وتايم وديت وتايم تمام كده اهو لو انا باجر الاي بي هتلاقي عند الاي بي هنا اهو لو انا جيت خدت الاي بي بتاعي ده اهو بصوا الديتيلز هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه فين ده انا حاطه ستاتيك للاسف هتلاقي في حاجه اسمها ريليز تايم تمام هنا بقى يا شباب عملوا ايه انفينيتي انفينيتي لمدى الحياه طيب الدي ان اس سيرفر راح مديني الاي بي بتاع الدي ان اس سيرفر اهو خلاص يا عم دي من الطريقه الثانيه ما دي زي الطريقه الثانيه بس هو الزياده مين البريفكس اللي فوق ده الشبكه اللي هيوزع منه وبعدين اخش على الانترفيس ادي الانترفيس اي بي خلاص يا عم دي خلاص عرفناه واحطها جوه البول اللي اتعمل بس خلي المانج دي بكام واحد صح تمام لمين لا هنا اي بي الانترفيس العاديه بتاعه الراوتر البريفكس اللي فوق دوت ده نتورك يا باشمهندس سيد نتورك اهي البول كله شغال كله اه ما عملش حاجه اكسكلودد ادرس لا ما كنتش بحط البدايه والنهايه ده لما كنت عايز اقول له شيل الرينج ده ما توزعوش ما توزعوش باشمهندس سيد اهو احنا لسه بص كل حاجه مسجله فين النوت باد بتاع امبارح اهو ادي الدي اس بي سيرفر اهو بتاع امبارح اهو بص كده دي اس بي سيرفر كذا نتورك كذا فين بقى الرينج يا راجل طيب فين البدايه والنهايه في الاستثناء بس اللي كنت بحط بدايه ونهايه صح كده هو ده نفس الوضع بالظبط اهو انت بتحط رقم النتورك اللي هو هيوزع منها اهي فاول جهاز جاي له هيدي له واحد تاني جهاز اتنين تالت جهاز تلاته رابع جهاز اربعه بس الفرق ما بينه وبين الطريقتين الاولين ان اي حد بياخد منه اي بي بايه بسجله عندي صح اهو طب الدي ان اس اللي هوزعه على اجهزه اهو عشان يخشوا نت دومين نيم لو انت عندك دومين كنترولر وعايزه كمان ينكتب يعني بص اصل الاجهزه عندنا لا اما بير تو بير لا اما ورك جروب بصي هو لازم يلخبطنا يعني اهو بصي لما اجي اعمل كده دي حاجه بره الكورس خالص يعني ما كانش المفروض يحطها بروبرتس كده انا الجهاز بتاعي دلوقتي ايه ورك جروب لو عايز اربطه بسيرفر هعمل تشينج سيتنج كده من هنا اهو واقول له تشينج انا عايز دومين لما تعمل الدومين يقول لك اكتب اسم السيرفر هو ده اسم الدومين اللي جوه بدل ما انت تقعد تعمل الخطوات دي بعد ما تاخد الاي بي لا كمان هي عامل لك هو الخطوات دي يديك اسم السيرفر اللي هو الدومين كنترولر اللي موجود في القريه بدل ما ندخل عليهم زي الباشمهندس كان بيقول امبارح انا كل لازم انا كل لما انزل ويندوز اعمل جوين للدومين ده كان يعمل لك اوتوماتيك بقى بدل ما الادمن يقعد يخش يعمل لك جوين للدومين للاي بي ده لا يديك اي بي وكل حاجه ويظبطك وكمان يعمل لك كونكت على مين على الدومين كنترولر فده اسم الدومين كنترول بتاع مين بتاع المصريه او بتاع الشركه عندك هو بيشيل بقى الكوماند ده في عشان كل ما اخرج هو يعمل لي جوين اعمل لك جوين بالظبط ما بيبقاش حاطه الكوماند ده عنده في الدي اس بي بالظبط تمام اص عشان كل ما تيجي تخش ايه يعمل لك هو جوين للدومين تمام كنوع من انواع السكيورتي يعني طيب عايز بقى حضرتك ثواني كده عليا كان في هنا سلايد لذيذه كده رجع لك تاني والله راجع تاني انا عايزكم بقى تطلعوا ايه طلعوا اختلافين اتنين من الصورتين دول دي الطريقه الثانيه ودي الطريقه الاولانيه دي الطريقه الثالثه اسف ودي الطريقه الثانيه المانج دول ازر ده اول اختلاف تاني اختلاف في الستيتفول بحط النتورك اللي هيقعد يوزع منها اول اي بي وثاني اي بي وثالث اي بي ورابع اي بي تحت ما كانش فيه نتورك تحت كان مين اللي بيتوزع النتورك ادرس بتاع الانترفيس صح في الطريقه الثانيه كانت الانترفيس بتاخد النتورك ادرس وتوزعها انما هنا انا عامل ايه عامل بول اهو يوزع منه عشان هنا كان بياخد ديت ويعمل اي ال يو 64 اما ده ايه انا هديله اي بي خلصان هديله الاي بي بتاعه ايه خلصان هقول له خد اهو ادي الشبكه وهنا احط واحد ادي الشبكه وهنا احط اثنين فالجهاز عندك في الطريقه الثالثه بياخد الاي بي خلصان ما بيعملش اي 64 اما في الطريقه اللي تحت انا بديله النتورك بتاع الانترفيس وهو يكاري بقيه الاي بي ها في الطريقه الثالثه انا عامل المانج اللي بواحد في الطريقه الثانيه انا عامل الازر اللي بايه اللي بواحد صح الكلام في الطريقه الاولانيه لا المانج بواحد ولا الازر بواحد الطريقه الاولانيه خالص ما بديلوش النتورك اي دي ايوه كده ما بديلوش البريفكس ولا في اوبشن 2 بس في اوبشن 3 عشان اديله البول بالظبط اهو زي ده بالظبط
اوبشن 2 ما فيهوش اهو. تمام ايه يا باشمهندسه بقى؟ ها طب اقول لك عليه اهو، هجيبها لك اهو. انا هنا اهو، فين بقى؟ هنا انترفيس جي زيرو على واحد، وبعدين ادخله جوه البول اهو، وبعدين اقول له الان مانج دي ايه دي، ده اي بي بتاع الانترفيس بتاع الراوتر. يا مش انا كنت بحط الواحده يا باشمهندس، هو دمج الخطوتين مع بعض بس. بص كده، مش انا كنت بحط الواحده اهو الاول، يعني بدي الاي بي الانترفيس بتاع الراوتر اي بي الواحده اهو. لا هو هنا ما عملوش، هو انا عمل خطوات كلها مره واحده، انت فاهماني؟ عادي عادي جدا. ما هو ترتيب الكوماندات مش شرط في الكونفيجريشن، خلاص. فبدل ما الراجل يحط اي بي وبعدين يخرج من الانترفيس وبعدين يعمل الدي اتش بي سيرفر وبعدين يخش تاني يربطها بالبول، لا قام عامل دي اتش بي سيرفر وداخل مديها اي بي ورابطها بالبول مره واحده، خلاص. ها في حد كده عنده مشكله؟ ادي يا جماعه الكوماند اهو اللي اسمه شو اي بي فيرجن 6 دي اتش بي بيندنج. بيندنج يعني ايه؟ هات لي كل الناس اللي خدوا مني اي بيهات. بالظبط. نفس الكوماند ده موجود عندك اسمه شو اي بي دي اتش بي بيندنج الفيرجن 4. شو اي بي دي اتش بي بيندنج. طيب النقطة الثانية بقى، آخر حاجة خالص. طب بقى لو أنا شغال دي اتش بي سيرفر فيرجن 6 بس مش موجود معايا في نفس الشبكة، فمش هقدر أوصل له، لأن برضو الراوتر ما بيعديش المالتي كلاس إيه؟ باكت. طب هعمل الحتة بتاع الهيلبر بتاع إمبارح بس للفيرجن 6 بقى. الكوماند اسمه إيه بقى يا باشمهندسة؟ أنا الراجل أهو اللي عايز ياخد أي بي، ولا دي اتش بي أهو. فالراوتر سلوكتيشن مش هيعدي يروح له كده، مش هينفع. فباجي على الانترفيس اللي بتوقع الباكيتات اهي، وهقول له اي بي فيرجن 6 دي اتش سي بي ريلاي ديستنيشن. الكوماند بس متغير، وادي له الاي بي بتاع الدي اتش بي سيرفر اهو اللي هو 6. تاني انا الراجل ده عايز ياخد اي بي منين؟ من الدي اتش سي بي اهو، بس للاسف الدي اتش بي مش موجود معايا في نفس الشبكه. فلما الراجل ده بيعمل راوتر سلوكتيشن، الانترفيس بتاعت بتوقع مين؟ الباكيت بتاع السلوكتيشن. اقوم داخل جوه الباكت بتاع السلوكتيشن، جوه الانترفيس بتاع السلوكتيشن، وقايل له ايه؟ اي بي فيرجن 6 دي اتش سي بي ريلاي ديستنيشن، مكان اي بي هيلبر ادرس. هو الكوماند بس متغير يا شباب. وادي له الاي بي بتاع مين؟ بتاع الدي اتش بي سيرفر. بس يا ستي خلاص كده الدي اتش بي ايه؟ خلص بتاعنا. ها حد عنده اي مشكله يا شباب في الدي اتش بي سيرفر؟